حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن تجهيزات واستعدادات الشعب العراقي لجمعة 25 تشرين وانتفاضة تشرين الثانية. تابعونا بعد الفاصل. انتفاضة تشرين، انتفاضة الشعب العراقي ضد الظلم، ضد الفساد، ضد كل شيء اجى بعد الاحتلال، ضد كل شيء أسس له المحتل الأمريكي واللي سلمه على طبق من ذهب إلى المحتل الإيراني. انتفاضة تشرين أثبتت للسياسيين وأثبتت للعالم اللي أكدنا عليه وحكينا به كل شهواية، وهو وحدة الشعب العراقي، إنه ماكو طائفية بين الشعب العراقي. انتفاضة تشرين ما كانت السني أو الشيعي أو الصابئي أو يزيدي، ما كانت طائفة من طوائف العراق أبد، كانت للشعب كله من شماله جنوبه، ضد الظلم، ضد الفساد، ضد انعدام الخدمات، ضد السرقات، ضد نهب ثروات البلد، ضد دمار البلد. واليوم اللي يدلل كلامنا هذا وقوف الكثير ويا المتظاهرين، إن كانوا مرجعيات، إن كانوا نقابات، إن كانوا محامين، إن كانوا معلمين، إن كانوا شباب، إن كانوا شياب، إن كانوا أي فئة من فئات الشعب العراقي. السيد كمال الحيدري مثال، وخلنا نسمع اللي قاله بخصوص تظاهرات يعني انتفاضة تشرين. إن التظاهرات التي خرجت والتي ستخرج ما هي إلا انعكاس طبيعي ضد حالات هيمنة الفساد على مقدرات الأوضاع في العراق. إننا وفي الوقت الذي نعلن وقوفنا الكامل مع مطالب المحتجين التي هي مطالبنا جميعا في القضاء على هذه الطبقة الفاسدة وعلى هذه الحكومات التي ملأت الأرض فسادا، نطالب الشعب العراقي بعدم السماح لأي جهة فاسدة شاركت في عمليات الفساد بمختلف تلوناتها من أحزاب وتيارات وإلى آخر وهيئات بمختلف مرجعياتها لركوب الموجة. واقعا نطالب الشعب العراقي، أقولها مرة أخرى، نطالب الشعب العراقي بعدم السماح لأي جهة فاسدة شاركت في عمليات الفساد في الحكومات السابقة وفي هذه الحكومة لركوب الموجة وتضييع المطالب الحقة للمتظاهرين. وهذا ما نجده مع الأسف الشديد من البيانات التي تصدر هنا وهناك، لأن هؤلاء لا يريدون واقعا الصلاح لهذه الأمة، لأن هؤلاء يريدون مصادرة مطالب المتظاهرين والدعوة إلى حلول ترقيعية لا تخدم سوى مصالحهم ومناصبهم ونواياهم الشريرة في قيادة البلاد والعباد. هذا ما قاله أو هذا اللي قاله السيد كمال الحيدري أحد المراجع. أيضا عندك مرجع آخر وهو
أحمد الحسني البغدادي بين مساندته ومناصرته للمنتفضين في بغداد وبقية المحافظات العراقية ضد الفساد، وما وصفهم أنه أن الأمر وصل بالمرتزقة الفاسدين مما سلطهم الاحتلال الأمريكي وأذرعه وحكم العراق بعد احتلاله لأن يوغلوا في جرائمهم ويعملوا على تفكيك أواصر الشعب العراقي وتخريب وحدته الوطنية بافتعال وإثارة الأحقاد الإثنية والمذهبية. وقوف المراجع مع المتظاهرين يدلل على شيء واحد: عدم رغبة الشعب العراقي بمرجعياته، بأساتذته، بطلابه، بأطفاله، بنسائه، بشيوخه، رغبتهم بعدم وجود هؤلاء، بعدم وجود ما يسمى بالعملية السياسية وما تسمى بالمحاصصة الطائفية وما تسمى بوجود الميليشيات وما تسمى بوجود أحزاب وتكتلات والكتلة الأكبر. هذا كله رافضي. الشعب العراقي ما يريد. الشعب العراقي اليوم يريد خروج هاي الثلة من العراق، وجود حكومة وطنية، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. لا يريد إيران تتحكم به، ولا يريد أمريكا تتحكم به، ولا يريد أحد يجي يقول السياسي يسوي فلان شي يسوي غير شي، ولا يريد هذا الشعب أنه خيرات هالبلد هذا تنباق وتروح للغير. أول اتصال ويانا بالبرنامج أبو علي من كربلاء. حياك الله أبو علي. السلام عليكم عمي، الله يحفظكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل عمي. الله يخليك عمي. أنا عندي أولا تحية إجلال وتقدير واحترام لشخصك الكريم وكل كادر القناة الرافدين. حياك الله. ونتمنى أن تعدوا حذوكم وعتبي على القناة العربية بالخطوط الخليجية، أن تعدوا حذوكم. يعني هاي الفرصة تكون ما تطلع من كيفكم. أنا عندي وصية كأب كأخ كخادم غير للشعب العراقي: لا ترفعون غير العلم العراقي، لا تسوون شعار غير العلم العراقي، لا تشيلون اي صوره بس العلم العراقي. هنا ياهو نفسك ضعيف، مثلا ترى لو نفسك ضعيف روح، نفسك قوي تقدر تنتصر، بالتحالف تنتصر، بالتحالف نحترم والله. حسسونا هذول الشباب اللي يطلعوا مظاهرات، حسسونا بوجودنا كعراقيين، رجعونا الكرامة، عيون الأيتام، الأرامل، الفقراء، المساكين، تدعو الله، المهجرين، المهاجرين في الغربة يدعونكم، الفقراء المغيبون بالسجون يدعونكم، المساكين المقصومين، عوائل الشهداء. والله كل من لم يطلع لم يخرج مع المتظاهرين ما ابي اقول ما عنده ضمير، لانه هاي الدماء واقع المجزرة. هم يقولوا 58 ولكن هو 311 وزارة الصحة. لنفترض يا جماعة الخير، لنفترض 158، يعني 8 من القوات لو كانوا المظاهرين عندهم سلاح لصار متساوي او اكثر يصير. هذول هذا التقرير الاخير المحصول على الشعب العراقي، لا رئيس اعتذر ولا رئيس وزراء ولا وزير داخليه ولا وزير دفاع، كانهم لا شيء. 150 158 وكان شيئا لم يكن. والله لو عندهم غيره كان لقوا استقاله. نعم. اخوتي، ولدي، ابنائي، اخواني، خواتي، لا تفوتكم هاي الفرصة، إما أن نكون أو لا نكون أمام العالم. والله رفعت رؤوسي أمام كل العالم. نعم. والله العظيم إنها تحتفظكم كل حساب أمام العالم. لا تنسون باكر علي أخوتي، علي أخوتي. نعم. الله يخليكم. شكرا 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 لك أبو علي.
شكرا لك أبو علي لهذا الاتصال. أبو علي قدم وصية للشعب العراقي وهي وصية يعني حلوة، أنه يقول أتمنى من المتظاهرين وأتمنى من الناس أنه ما يرفعون راية غير راية العراق، وأن يكونوا عراقيين غيرة على علم العراق وغيرة على العراقيين. هذا ديدن العراقيين أبو علي وديدن المتظاهرين. اليوم المتظاهرين الموجودين بساحة التحرير وباقي محافظات العراق كلهم رافضين العملية السياسية، كلهم رافضين وجود أي شخص يعني يتسلق الموجة أو يصعد الموجة أو يصعد على أكتاف المتظاهرين أو على أرواح الشهداء اللي راحوا في انتفاضة تشرين. أيضا يعني كمال الحيدري من طلع يقول أتمنى من الشعب العراقي أنه ما يسمح لأي سياسي من هؤلاء السياسيين أن يصعد الموجة مثل ما صارت قبل، خرجت تظاهرات كثيرة في العراق من عام 2003 إلى اليوم، لكن كل تظاهرة كان أكو سياسي يصعدها ونكتشف بعدها أنه هذا السياسي نطى إبر بنج إلى الشعب العراقي وهدأهم وراها كل شيء ما يصير. اليوم الشعب العراقي واعي إلى هذا الشيء. أبو علي مخلد من السويد حياك الله. مساء الخير. مساء النور. تحياتي لكم وللقناة. حياك الله. وللشعب العراقي البطل. حياك الله. أولا وهذا ملاحظة بسيطة وبعدين أدخل بالنقطة الثانية. نعم. أولا أقول للشهيد مصطفى بالكوت أنه في عهد إسماعيل الصفوي، نعم، في نهاية الحكم مالته القائد العام للقوات مالته، نعم، فر من بغداد إلى الكوت، نعم، وولد صبي، نعم، ولد صبي يعني صغير، نعم، وقع من الفرس متى وقتله، نعم، خلي يسمعون أهل الحشد وجماعة العمري إنه هاي نهايتهم. اللي ينهزموا من بغداد عباله ينهزم شوية إلى الجنوب ويعبر الإيران، وقع بي، نعم، وكتله في الكوت. طيب فأبشر أهل الشهيد مصطفى إنه هاي نهاية العامري وغيره، وهم هسه كلهم فروا. طيب الملاحظة الثانية. هاي أولا. النقطة الثانية أريد أنطي تفسير إلى قوات حفظ النظام. هي عبارة عن قوات قصدي عندما رأوا أن الجيش هو عبارة عن قوات ترفض التعاون معهم. نعم. وهم بهذه الطريقة رح يكونوا شهود على القناصة. نعم. لأنه الجنود والجيش العراقي شافوا ما يتفاعل حسب تصورهم أهل الحيل مال إيران أنه عبالهم يصيرون وياهم، وهم أي أن القناصة، نعم، كانوا يضربون المتظاهرين وعليه، فهم قاموا باستبدالهم بقوات حفظ القانون. أي أن قوات حفظ القانون ما عندها قوة للتصدي للقناصة، لتعرف علي شلون أخي؟ نعم نعم. يعني قوات حفظ القانون ليس لها قوة للتصدي للقناصة. طيب. حيث سيقال أن قوات حفظ القانون لم يكن لها قوة تضرب القناصة. طيب. وبهذا تبرئ الحكومة نفسها، ولذلك راح يتركون. طيب. القناصة. طيب. يضربون إذا يعني قوات حفظ الأمن. إذا تسمح لي أستاذ مخلد، يعني آسف منك وأعتذر منك أنه قطعت الاتصال، لكن عندي كثير من الاتصالات يجب أن أخذها. أعتذر منك من السادة المشاهدين أيضا. من السعودية عندنا يوسف كان ينتظر على الهاتف وانقطع الاتصال وياه، أتمنى منك أخ يوسف أنه تتصل بينا. أم ميلاد من هولندا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على إن شاء الله السلام للعراق والنصر للعراق. آمين.
احنا نحزب نفسنا مقابلين التلفزيونات ونشوف هاي المأساة العراقية اللي لا تنتهي. نعم. يعني مأساة 16 سنة جابتهم أمريكا وخلتهم على الرقاب العراقيين، بس ماكو عراقي مو مثقف، ماكو عراقي ما يعرف هاي اللعبة. نعم. لعبة إيرانية أمريكية. فكل هذول الشهداء اللي سقطوا يعني هذول بإيد إيرانيين، مستحيل يول عراقي يقتل عراقي، ما أقول هذا ما يصدق. بس أنا أقول إنه الشعب إذا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجل، ولا بد للقيد أن ينكسر. إحنا قلوبنا ويا المتظاهرين وإن شاء الله منصورين، وإحنا هنا المغتربين كنا قمنا مظاهرات ونشيد على أجرهم، وإن شاء الله منصورين ونشوف النصر قريب. نعم. شكرا شكرا لك أم ميلاد. الوعي الشعبي العراقي اللي يزداد يوم بعد يوم ضد الأحزاب وضد يعني النفوذ الإيراني والتغول الإيراني بالعراق بينوه بالتظاهرات وبينوه بانتفاضة تشرين. عندنا فيديو بهتافات للمتظاهرين بساحة التحرير ضد الأحزاب، خلينا نسمع اللي قالوا ونشوف رأي الشعب بهؤلاء. الروح بالدم تبيك يا حرام، الروح بالدم تبيك يا حرام، الروح بالدم تبيك يا حرام، نفس ذول المتظاهرين همين طلعوا يعني بتظاهرة أخرى أو بهتاف آخر ضد إيران وضد قاسم سليماني، همين خلونا نسمع اللي قالوه. تنضم ويانا عبر الهاتف من الديوانية إيمان، حياك الله أخت إيمان. ألو، مرحبا أستاذ. مرحبا بيك أستاذ، طبعا من قبل قناتكم. نعم. ألو ألو يا أستاذ. وياك، تفضل على الهواء أخت إيمان. من قبل قناتكم أوجه طبعا تحية المتظاهرين من داخل الباب. نعم. وأقول لهم أنتوا عرات وأبطال وأنتوا أسود والنعم منكم. نعم. ألو. وياك. إيه. بقولهم إذا إحنا البنات ما نقدر نخدم وطننا فأنتوا رفعت رأسنا، أنتوا بكامنا. نعم. أحييكم أني وأشجعكم على هذا الشيء. ولي غوركم كان من يكون. خليكم أبطالين شو بمسيركم. خليكم مهما القافلة تسير لا تهمها نفح الكلاب. أريكم شجعان، أريكم أبطال إخواني، أهل نخوة في ديكم، الله يخليكم. نعم. وأقولكم أني طبعا أخذكم أحد المتضررين من بغداد اللي هجروني. نعم. اللي خدعوني باسم الدين، اللي طلعوني من بيتي، اللي ظلموني، الله لا يطيهم إن شاء الله. أريكم ضدهم إن شاء الله، مظاهرتكم سلمية، لأن احنا أبطال ما يغرنا لا سلاح ولا شيء. نعم. شكرا
شكرا لك أخت إيمان من الديوانية. طبعا الأخبار العاجلة دا توصل، القوات الأمنية تغلق جسر السنك وتغلق جسر الجمهورية، خوف الحكومة حكومة المنطقة الخضراء لهالدرجة من التظاهرات ومن الشعب، ليش الشعب لازم يفسر هاي القضية؟ أيضا عاجل خرج على الشاشة قبل قليل الوقف السني، يعني يوجه بعدم ذكر تظاهرات 25 تشرين أو انتفاضة تشرين في خطب يوم الجمعة. ليش هالنفاق هذا؟ وليش تدخلون نفسكم بأمور السياسة؟ الشعب نقم على هذه الحكومة ونقم على الفساد ونقم على البوق ونقم على كل الأمور، بدل ما توقفون ويا الشعب. يعني كثير من النقابات، نقابة المعلمين وقفت ويا التظاهرات، نقابة الفنانين وقفت ويا التظاهرات وصدرت بيان، وهنالك وقفات احتجاجية يوم غد تأييد ومؤازرة لهذه التظاهرات. مراجع وقفوا ويا التظاهرات وطلعنا السيد كمال الحيدري وذكرنا بيان أحمد الحسن البغدادي. أيضا المحامين العراقيين لهم وقفة تضامنية مع انتفاضة تشرين. كثير من الوقفات تحصل من كافة فئات الشعب العراقي. كان من المفترض أن يكون وياي أبو محمد، لكن انقطع الاتصال ويا أبو محمد. أتمنى أنه يعيد الاتصال بينا أبو محمد. أبو عمر من السليمانية، حياك الله أبو عمر. السلام عليكم أستاذ أسل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أطول وياك، عندي نقطتين على السريع. نعم. هذه مو تشمت بالمظاهرات وبالمتظاهرين. نعم. سيناريو المظاهرات، هذا السيناريو احتمال ضعيف في إسقاط هذه العصابة الموجودة بالمنطقة الخضراء، لأنه أرى أنه التغيير الذي حصل من خلال القيادات على أساس الأمنية والعسكرية الجديدة هو أنه إيجاد أشخاص أكثر ولاءً إلى إيران وإلى العصابات الإيرانية الموجودة بالعراق. نعم. صريح العبارة، يعني إذا كانوا السابقين 95% فهسه يريدون 200%. زين أستاذ، المظاهرات ما تنجح 100%. لأنه 70% أبو عمر، سؤال، إذا أنت المظاهرات بتقول ما تنجح، لا شنو اللي ينجح؟ اسمح لي مجايخ، اسمح لي، 70% من المستفادين من هذه العصابة من جيش الشرطة ومن الشياس وأسماء أخرى تعطها أجلكم الله من المتظاهرين. 90% من عندهم، بس المتظاهرين أثبتوا العكس أبو عمر. وعندي اسمح لي انت تعال على اغلبيه، انت تعال احسب احساب عراق، لا تحسب لي احساب عواطف ودغدغه مشاعر. لا 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 ابو عمر، انا ما دا احكي لك بعواطف ولا بدغدغه مشاعر. المتظاهرين اللي طلعوا بساحه التحرير وبانتفاضه تشرين هاي اثبتوا انه ما لهم علاقه لا بحزب ولا بكتله ولا بميليشيا ولا بسياسي، ولا لهم ولا الشيء الا لهذا البلد، الا للعراق. لا رضوا بمنصة تنبني، ولا رضوا بسياسي يجي يركب الموجة، ولا رضوا بشرطي يجي يوقف وياهم. هم قايدين نفسهم بنفسهم. واليوم أيضا شيوخ العشائر طلعوا. نعم. أنت بتعتبرني أنا متجاوز على المتظاهرين، لعنة الله عليه باني متجاوز على المتظاهرين. المتظاهرين على نياتهم، ناس فقرة يريدون يأكلون أكل، يشربون، ينامون، وظائف هاي نعرفها كل الزين. لكن انت المخططات الخبيثه اللي بحكي حضرتك على هذه العصابه اللي بتكون مخطط خبيث، هذا تغيير القاده اللي جابوه من جديد هو على مود يسيطرون على، فاذا ما فشل السيناريو المظاهرات طيب اتمنى بالله هذه ننبح على قناتكم، السيناريو الثاني حاضر على غرار سيناريو اطلاق سراح داعش من سجون مغرب، مثل ما تم اطلاق سراح عشرات الالاف من سجون قوات سوريا الديمقراطيه الكردية. هذه جاهزة للسيناريو الثاني في حالة فشل المظاهرات طيب. وعدم استطاعة الوقوف بوجه هذه العصابة لكي تكون حجة بيد أمريكا وبعض الدول الإقليمية طيب. في الهجوم على التدخل الفوري لقطع يد إيران بالمنطقة، لا أكثر ولا أقل. ما لي علاقة بالمتظاهرين. أبو حد يطلع يتهمني يقول لي والله أبو عمر يتجاوز. لا لا مو معلومة. نعم. نعم نعم نعم.
شكرا 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 لك ابو عمر. انا نسيت انوه انه برنامج صوتكم الى ارقام اسفل الشاشه ظاهره، اي شخص يريد يتصل بينا يتصل على هاي الارقام. دا الاحظ وجود العديد من الاتصالات على برنامج الواتساب، اعتذر من الساده المشاهدين ما اقدر استقبل اي اتصال على البرنامج. بالنسبه الى الرسائل، شخص كاتب لي السلام عليكم، النصر للعراق والرحمة على شهداء العراق، أتمنى بردا وسلاما على الشعب العراقي، والسلام عليكم. كلا للفساد، كلا للفساد، كلا للفساد، إن شاء الله تسقط الحكومة العراقية، والله ملينا. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، تحية لك أخي أفل. الثورة التشرينية تجب الثورة على أحزاب العملاء لتصفيتهم، تصفية حساب وزوال إلى غير رجعة، وأنه يأتي وطنيين يبنون البلد شامخا عزيزا بهمة أبناء الشرفاء وعزيمتهم الصامدة. وشعار المظاهرات: الشعب يريد إسقاط الحكومات ليشرق عراق حر شامخ بشموخ ثواره الأحرار. والرسالة طويلة ما أقدر أكملها، أعتذر منك أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة لشهداء العراق جميعا، سوف نقوم بمواصلة التظاهرات إلى أن يسقط النظام الفاسد. رسالة أخرى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز، بالنسبة للتظاهرات يوم غد إن شاء الله ستكون المطالب موحدة وشعارنا موحد وعالمنا العراقي موحد، وسيكون مطلبنا الأول والأخير هو إيران برا برا، بغداد تبقى حرة، لأن كل مشاكلنا من هذه الدولة المجاورة وهي الجمرة الخبيثة لكل العرب والمسلمين. وصدق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: اللهم اجعل بيننا وبين بلاد فارس جبل من نار. أخوكم أبو طارق من بغداد، أبو حسين من قضاء الأحواز العربي. أهلا وسهلا بك أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذي بس هذه الجملة اللي أقولها. قول. 15 سنة حكموا العراق، هل هم عراقيين؟ نعم. ليس عراقيين. نعم. ولا عراقيين ما فعلوا فسادة في العراق، هاي اللي أقولها، والسلام عليكم، وإن شاء الله ينتصر العراق. شكرا شكرا لك ابو حسين. السؤال اللي انت سالته ان شاء الله يجيبون عليه المتصلين اللي يتصلون بالبرنامج، لكن يعني السؤال الاهم والقضيه الاهم انه طلع عادل عبد المهدي ويقول انه اللي راحوا ضحيه هاي الانتفاضه دخلهم من ضمن الشهداء، يعترف انه اكو خطا واكو قتل. وراها طلع تقرير للجنه شكلها هو، تقول انه اللي ميتين عددهم بسيط جدا، وذولا ما لهم علاقه، ذولا كانوا مخربين، واللي قتلهم هو الجيش. السؤال ما سمعنا انه اكو جهه، يعني التقرير اللي طلع ما قال اكو جهه هي اللي قتلت المتظاهرين، ولا ذكر وجود قناصه، ولا ذكر من هم القناصه والى من يتبعون، ما ذكر كل هاي الامور. من اللي راح يحاسب اللي قتلوا 500 وصوبوا اكثر من 9000؟ ومن اللي راح يتحاسب بقتل هؤلاء وإصابة هؤلاء؟ من تطلع وتقول أنا راح أعطي لعوائل ذوي الشهداء حسب قانون الشهداء قطعة أرض ونصيبهم و و و و كثير من الأمور، زين يقول لك أنا رجع لي حقي الأول، دية ابني وين؟ من اللي قتله؟ شكلتوا محكمة ضده؟ تسوون اجتماعات بيناتكم الرئاسات الثلاث وما بكم واحد ذكر هاي النقطة؟ زين انتم ما ذكرتوا، يعني لا عادل عبد المهدي بخطاباته ذكر وجود قناصة ولا القضاء الأعلى ذكر هذا الأمر. زين القناصة اللي نشرت صورهم فوق الأبراج وفوق البنايات، دولة من وين جايين؟ من الفضاء؟ يتبعون منو؟ دولة أخرى دا تحكم بالعراق غير إيران وأمريكا طبعا؟ عد اتصال. حسام، حسام من كندا، حياك الله اخ حسام. عزيز شلونك حبيبي؟ هلا بيك. انا اشكرك على برنامجك وانت دائما ناجح ان شاء الله. سلمك ربي، الفضل مو بس لي، الفضل للقناه ولاداره القناه ولوقوفها مع الشعب العراقي. نعم. انا اريد انطي تحيه لذول المظاهرين، ان شاء الله كلهم ابطال باكر. نعم. راح يشوفون الغيره العراقيه باكر ان شاء الله، الحكومه عادل وغيره، وان شاء الله كنا وياهم ان شاء الله احنا بدول الخارج ان شاء الله. باكر هذا عبد المهدي ان شاء الله حش السماء، راح باكر راح ينداس كل متظاهر اراضي الشريف ان شاء الله. نعم.
وغيره وغيره وغيره. فيا اخوي حبيب كانوا يحشون على القناص وعلى هذول من يضربهم حبيبي. اصلا كل هاي كانت امر من ايران انطول العادل عبد المهدي. فذولا كل القناصين ايرانيين. فانا اطلب من المتظاهرين باكر ان شاء الله يطلعون اخوان الشجعان، كل واحد لا يطلع ياخذ فد سلاح وياه حتى قاضي يصير رمي هم يضربون يشوفون يعني يشوفون القوه العراق شلونها. نعم. اي وان شاء الله هذا الجيش الامريكي راح ينزل راح يحميهم. لا 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 يعتبرون اخوان العراقيين احتلال او شيء. حسام احنا مريد الروج مرة اخرى الى هذه القضية، ولا نقبل انه يجي يدافع عنا امريكي او غيره. الشعب العراقي قادر على الدفاع عن نفسه. كل اللي نحتاجه انه ونأكد عليه انه يظل الشعب العراقي متوحد ضد اي موجة تجي. لا تتخيل انه الامريكان من يدزون جندي لسواد عيون العراق او العراقيين او للدفاع عن العراقيين. جوي قبل وقالوا احنا جينا نحرر وسووا اللي سووه، شوف العراق شلون وصل نتيجة تحريرهم. لكن إذا جوي مرة ثانية الله يعلم شيردون يخربون بعد. فإحنا ما نريد نعتمد لا على الأمريكان ولا على دولة أخرى ولا على أي أحد. إحنا نريد نعتمد على سواعد الشعب العراقي، مثل ما طرد الإنجليز بثورة 20 يطرد الأمريكان والإيرانيين وأذنابهم من العراق الآن. شكرا لك أخ حسام. أم فاروق من السويد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا أنا بالبداية أدعي لكل شعب العراق كاملا. نعم. والمتظاهرين خاصة. نعم. الله يحميهم إن شاء الله. اللهم آمين. ويا ربي إن شاء الله يعني نتمنى، ولو نقول أنا ما أعرف ما عندي أمل، بس الأمل برب العالمين إنه معجزة من الله تنزل ونعيش ونشوف اليوم اللي يتحرر به العراق بإذن الله تعالى. نعم. من الـ 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 النخبة، أو هي مو نخبة وإنما مجموعة مجرمة. نعم. لقطاء. نعم. اللي دي يحكمون العراق. نعم. أبدا ما يحملون أي هوية عربية عراقية نهائيا. نعم. بس أنا أحب أقول للمتظاهرين، ولو يعني ما أعرف، أنه ما تقوم الثورة الحقيقية بداخل العراق إذا مو العراق يتوحد من شماله إلى جنوبه. نعم. وتكون شل جميع منشآت ودوائر ومعامل وصناعات الدولة بأكملها، يعني الموظفين اللي بكل الدولة العراقية يطلعون ويعتصمون ومتظاهر، تصير تظاهرات مليون مثل ما صارت ثورة بمصر. نعم نعم مفهوم. بهذه الحالة أنا أقول تنجح، لكن هسه هاي مظاهرات الشباب ما اريد اقول مسكين اقول ابطال، فقط هي يهدرون دمهم بالرخيص من قبل الفئه الباغيه اللي دا تحكمهم. نعم. طيب ويا رب ان شاء الله الله يحميهم. نعم. وما اعرف يعني احنا قلوبنا وياهم، دعائنا لهم مستمر، وإن شاء الله يا ربي معجزة من الله تنزل إن شاء الله. وإلا هي الحكومة بأكملها اللي دا تحكم العراق حكومة يعني إيرانية 100%، واللي جابتها أمريكا مو اللي الشعب جابها ولاها، لأنه أمريكا قدمت الشعب العراقي أو الدولة العراقية على طبق من ذهب الإيران. طيب. وتورطت بهذا الشيء طبعا. نعم. أمريكا. نعم. هسه هي متورطة بهذا الشيء. نعم. بس إن شاء الله بأسهم بينهم بإذن الله تعالى. نعم. الله يهجمهم بدار عقرهم بعقر دارهم عفوا. نعم. بإذن الله تعالى. نعم. الأمريكا والإيران وإسرائيل. نعم. وحوبتنا ما تروح إن شاء الله. حوبة كل مرة ضيعت طفل وقتل شاب ببيتها وترملت وشدوا هالشباب إن شاء الله ما تضيع يا رب عند. نعم. الله بإذن. شكراً. الله تعالى. شكرا 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 لك ام فاروق. اتصل علينا اثناء اتصال ام فاروق ابو علي من محافظه بغداد، اتمنى يعيد اتصاله لانقطع حتى نسمع رايه بخصوص انتفاضه تشرين. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودومي كلبيك يا استاذي يا محترم. اولا استاذي بالنسبه يجب محاسبه من يتعدى على المتظاهرين. نعم. السلميين، هذه مظاهرات سلميه ولا يطالبون بحقوقهم،
والاحتجاجات والاعتصام حق دستوري قانوني يا أستاذي. نعم. ولكن يا أستاذي يجب محاسبة التصرفات الفردية، التصرفات الفردية من طرف رجل الأمن، كذلك تعديه وتعدياته وتجاوزاته السلبية على المواطنين العراقيين. تحياتي لكل البرنامج وشاهدنا من جميع الأمراض. حياك حياك أخ سعد. أيضا يعني الوعي الشعبي ضد الساسة وضد الأحزاب وضد كل من يمثل هاي العملية اللي جلبها المحتل الأمريكي وسيطر عليها بتسليم من المحتل الأمريكي إلى المحتل الإيراني، يبينوه المنتفضين بالعراق، حصلت حالة طرد لوزير التجارة ولمحافظ بابل من قبل متظاهري قضاء القاسم. خلونا نشوف اللي صار وياهم. ايضا العشائر العراقيه طلعت وقدمت بيانات يعني مناصره الى التظاهرات في العراق، لكن قبل ما اطلع بيان من هاي البيانات عندي جلال من فنلندا. حياك الله يا جلال. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون الصحه؟ ان شاء الله بخير. نحمد الله بخير. تعقيبا على برنامجكم الممتع والهادف، حقيقه انا متابعيكم، انا خابركم من فنلندا. نعم اهلا بك. والله استاذ المظاهرات صارت قبل فتره، قبل اسبوع 10 ايام، يعني حتى هنا في فنلندا طلعنا مظاهرات، جماعه طلعوا مظاهرات. الجانب الحكومي ما له علاقه بالموضوع، يعني السفاره صارت قدام السفاره، لا السفير طلع ولا القنصل ولا اي موظف. نعم معني استاذ وياك. ف جارية طلعت وناس لا. طلعت زين، السفير أو الطاقم السفارة قالوا اطلعوا احتراما للمشاعر الناس الفارعة، عندهم أهاليهم طالعين بغداد وانت بيت ماكو، الاتصالات صارت كل صعب عليهم. زين هسه بنشوف احنا باكر ان شاء الله اكو تغيير. انا بكلمك، انا احد ضباط جيش العراق السابق، يعني حقيقة قلوبنا مع قوات الأمنية ومع المتظاهرين طبعا، قوات الأمنية الشرفاء طبعا، مو المندسين اللي هم يخدمون أحزابهم ويخدمون مصالح أحزابهم، اللي سرقت العراق، اللي نهبت أموال العراق، رواتب قاموا ينطون الأحزاب جماعة الرفحاويين. والله العظيم استاذ لو أحكي لك أكون عوائل ويانا هنا، آلاف آلاف العوائل عايشين بأوروبا، يعني هنا عندهم راتب، تعرف بأوروبا ضمان الاجتماعي موجود، ضمان الصحي موجود، رواتب موجودة، يعني كل شهر تعال شوف الممالغ اللي يستلموها. نعم يعني هذا سرقات علني ترى، يعني قانون برلماني يتم قانون لهم انه يستلمون رواتب، لان هم عندهم رواتب هنا، امورهم بأوروبا ماشية، كل شهرين ثلاثة راحوا زاروا العراق، جابوا وياهم
لمت فلوس ورجعوا هنا. نعم. يعني إلى متى احنا نبقى رخيتي؟ ثق بالله العظيم أني طلعت من العراق بردة مقدم، تعرضت إلى محاولة اغتيال بغداد. ثق بالله أستاذ، لحد الآن أنا ما عندي لا تقاعد ولا أي شيء، ولا أقدر أدفع بيها. أني عفت العراق بسبب الميليشيات اللي غدرت بي. أنا داومت بعد الاحتلال صراحة بالداخلية، بس تعرضت إلى محاولة اغتيال وانضربت وعفت البلد، و12 سنة ما قدرت أنزل البلد، ونزلت ب 2017 على مدى سنة معاملة تقاعد مالتي. ثق بالله أستاذ، تدري شو يطلبون من عندي؟ 70 ورقة على مود بس يسوون التقاعد مالتي، وأنا ضابط خريج كلية عسكرية وتعبت على نفسي، وتعال شوف هنا الناس اللي تستلم رواتب حتى قراءة ما يكتبون. يعني هذا إلى متى هذا البوق والسرقات؟ إلى متى يعني؟ نعم. احنا املنا باشر ان شاء الله شبابنا بالكوادر المثقفه الكفوءه اللي تخدم العراق واللي تحب العراق من صدق، انه باشر يصير تغيير. انا امنيتي طبعا والله العظيم ما اريد كل شيء، ما اريد قرارات التقاعدي، كل شيء ما اريد، بس اهم شيء العراق يرجع ان شاء الله. انا هذا امنيتي بالله العظيم. نعم. مشكورين جدا على هذا البرنامج استاذ. تسلم وشكرا الله. شكرا لك اخ جلال. اركان من بلجيكا حياك الله. أركان، عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا عندي كلام موجه إلى عامة المنتفضين. نعم. حقوقهم المسلوبة يوم غد بكل احترام وتقدير. نعم. أقول لهم، يحاول المجرم الإرهابي مقتدى الصدر هو وأتباعه أن يركب موجة الانتفاضة ويصادر انتفاضتكم الشريفة الذي لن يتناسى الشعب العراقي جرائمه وإرهابه وسفكه للدماء، هو وأتباعه أيام أسماء ميليشياته منها جيش المهدي الإرهابي ابتداء من عام 2005 ولغاية الآن، التي تغيرت بعدة مسميات ولكن منهجها واحد هو القتل، ولا زالوا بل ازدادوا شراسة الآن خاصة بعد عام 2014. وأن هذا المسمى المجرم مقتدى الصدر ظهر هذه الأيام في وسائل التواصل الاجتماعي لإثبات وجوده في يوم غد بأنه مع المنتفضين، ولكن احذروا يا أيها الأخوة، هذا بإعاز من ملالي طهران لامتصاص غضبكم ومطلبكم بإسقاط النظام وتذويبه، وهذا هو الاعتقاد الحقيقي. نعم. كما فعلها سابقا، اسمح لي راح أكمل إذا سمحتي، كما فعلها سابقا لأنه اؤتمر من النظام الإيراني الإرهابي والميليشيات الأخرى مشتركة، وأن مصالح الإرهابي مقتضى الصدر الشخصية الذي يملك 56 نائب بالبرلمان ووزراء وغيرهم من لصوصي المجرمين لا يمكن أن يخرس أو يبقى مكتوف الأيدي. وليعلم الجميع يا أيها العراقيون، أنتم استفقتم الآن من زيف هؤلاء، وإن بعد ذلك لا تسمحوا بأن يسيركم أحد وتمشون خلف هذه الأصنام التي كان ينقل عنهم أنهم يعلمون الفيزياء والفلك والرياضيات وغيرها، بينما هم صم بكم عمي. وأن هذا المجرم مقتدى هو واحد من أخطر الشخصيات الميليشياوية الإرهابية على الشعب العراقي المسكين البريء ومستقبله، راح أكمل، وأتباعه الذين اتخذ منهم أداة لمنفعته، فعلى الشعب العراقي البريء الانتباه وأن يثبتوا للعالم أنهم أحرار. طيب. ولا يسيد عليهم أحدا إلا الله، وأن تستمروا بمظاهرتكم وثورتكم العفوية التي سالت دماء أخوتكم وأصدقائكم. اسمح لي أخ أركان، أنا أتمنى تسمح لي وتعذرني، لكن عندي رسائل واتساب كثيرة والوقت راح يدركني. أشكرك جزيلا على ما قلت، يعني هي تأكيد منك ومن السادة المشاهدين على الوحدة ضد كل من إجى بما تسمى العملية السياسية، وأيضا الشعب العراقي لا قبل برجل دين ولا بسياسي، ونتمنى يظلون على هذه الوقفة. لكن رسائل الواتساب عندي كثيرة أيضا. تحياتي لك أخي أفل ولجميع العاملين في هذا الصرح الإعلامي الشامخ والمعبر لمعاناة شعب أنهكه الظلم والجوع والفقر والمرض. تحياتي لكل العراقيين الشرفاء في ميادين العز والكرامة، ميادين الدفاع وانقاذ الوطن من فساد رجال السياسة والسلطة في العراق، ونشد على أياديكم نصرة لثورتكم، والله ينصركم. رسالة أخرى، السلام عليكم، هذه انتفاضة أبناء السنة الأبطال ضد ديول إيران المجوس. أخي العزيز، هي انتفاضة أبناء الشعب العراقي بكافة مكوناته.
أخ أفل، نداء إلى شيوخ العشائر الأصلاء وليس الرخيصين الدمج، يفترض على رفع ببارغ العشائر ويتوجهون إلى ساحة التحرير. ألا تستحق دماء شهداء الانتفاضة وقفة كافية ذلة عراق تاج عرب والفرس؟ بما أنك ذكرت شيوخ العشائر، راح أخذ مقطع لإحدى العشائر العراقية وإحدى قبائل العراق. خلونا نسمع إلى شيوخ عشائر البركات بيانهم اللي قالوه في خصوص انتفاضة 25 تشرين وانتفاضة تشرين عفوا. كما نحذر الحكومة من أن آلة القمع لن تضمن للحكومات المستبدة أن تنتصر على إرادة الشعوب، وأن الحق المشتوب سيشترد، وسيعلم كل من اشترك براقة الدماء بأنه لن ينجو من العقاب ولو بعد حين. كما نهيب بأبنائنا من العشائر العراقية الأصيلة وأبناء المدن بأن لا تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء المطالبين بحقوقهم، وأخص بالذكر أبناء عشائر البركات في عموم العراق المنتسبين للقوات المسلحة من الجيش والشرطة، وأن المتظاهرين هم أخوانكم وحمايتهم واجب وطني مقدس. هاي اللي قالوا عشائر البركات. أيضا عشائر قبيلة بني لام طلعوا في بيان ووقفوا بوقفة تضامنية مع المتظاهرين، وباقي العشائر العراقية أيضا لها الكثير من الوقفات. لكن يا سيدي عزيزي الوقت ما يسمح أنه نخرج كل شيء على الشاشة. أخي أقول الأجهزة الأمنية يا من تحمون السراق والعملاء، أبشركم لم يبقى ولا تافه ولا خائن بالمنطقة الغبراء، وين المرجعية ضمت رأسها؟ أسقطوا الخونة جميعهم يا أحرار. تحية لقناة الرافدين، يوم 25/10 يوم تاريخي ستذكره الأجيال. عماد فيصل من أمريكا رسالة تقول اطلع يا شعب لا تقول ما علي، لا تترك العراق بيد الحرامية. رسالة أخرى تقول موعدنا غدا منصورين إن شاء الله، مصطفى من السويد. رسالة أخرى من يقول السلام عليكم عزيزي المحترم، التغيير حاصل وقادم، ولا نقبل من أي شخص أن يكسر مجاذيف المتظاهرين وعتبي على القنوات العربية والحدث وغير قنوات. لماذا لا ينقلون الأحداث التي يتعرض لها بلدنا وشبابنا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ رسالة أخرى، السلام عليكم، حسين من الفلوجة يقول اللهم احفظ العراق والمظلومين من الشباب الذين ذهبوا مطالبين بلقمة العيش. رسالة أخرى، منو نفسكم من كنتوا تصيحون الشيعة الروافض لما انهبت المحافظات الجنوبية لتحرير المناطق الغربية؟ أشو هسه أنتوا نفسكم تصفقون لما طلعوا يتظاهرون؟ والله لنرجع إلى بيوتنا حتى نرجعهم إلى دولهم العميلة إيران. أقسم بالله لا يوجد بهم عراقي. غدا إن شاء الله هو العرس العراقي، غدا سينتصر الدم على السيف، غدا ستفرح الأيتام وتفرح الشهداء، غدا هو الوفاء للشهداء. لن نرجع حتى نمسح بهم الأرض ونعاقبهم ونحاسبهم على كل ما فعلوه بنا. غدا الديوانية تنتفض. رسالة أخرى، تكفون يا شباب العراق، ثوروا على أنظمتكم وأحزابكم الفاسدة، لا تتراجعوا، رجالكم ونساؤكم خذوا بثاركم، اطردوا جارة السوء من بلاد الرافدين، فأنتم أغنى بلد وأشرف رجال. من حسين، السلام عليكم. رسالة أخرى تقول اللهم احفظ العراق والعراقيين شعبا وأرضا، وانصر أبطال العراق ورفعت رأسنا المتظاهرين الأبرياء. بالأخير كاتب هاشتاغ إلك الله يا عراق. السلام عليكم، محافظ البصرة يهدد المتظاهرين خوفا من سقوطه الحتمي ويتوعدهم في يوم التظاهر، أخوكم من البصرة أبو محمد. وهذا السؤال، يعني الساسة العراقيين أو ما يسمون أنفسهم بساسة، ليش هذا الخوف؟ يعني ليش محمد الحلبوسي يطلع للحبانية يجمع الحمايات المهزومين من المنطقة الخضراء ويقولهم تعالوا الظهر وصيحوا باسمي؟ وليش محافظ البصرة يهدد؟ وليش القوات الأمنية سد جسر السنك وجسر الجمهورية؟ ليش الميليشيات نشرت قناصة وتقتل بالمتظاهرين؟ ليش هذا الخوف؟ ليش إذا أنتوا جايين لخدمة البلد، وإذا أنتوا جايين لنشر الديمقراطية، وإذا أنتوا جايين لخدمة الدستور مثل ما تقولون، وإذا أنتوا جايين حتى تنشرون الرفاهية بين الشعب، ليش تخافون من الشعب؟ ليش الحاكم العادل يخاف من الشعب؟ ليش عمر بن الخطاب نام مرتاح قرير العين؟ وانقالت المقولة الشهيرة عدلت فأمنت فنمت. إذا أنتم تعرفون نفسكم ظالمين لهالدرجة، ليش ما تقولوها؟
عندي رسائل كثيرة يعني في برنامج الواتساب. كل اللي نريد نقوله انه باكر يوم 25 باكر هو اليوم اللي هدد به المتظاهرين وراح تكون انتفاضة شعبية عارمة. نتمنى من القوات الأمنية انه ما تتعرض لهم، ونتمنى من الشعب العراقي انه ما يتراجع، ونتمنى من كل من قال اني راح اوقف ويا التظاهرات ما يخذلهم، ونتمنى من الفنانين من المعلمين من المرجعيات من الأساتذة من القوات الأمنية من الوزارات من كل مكان، أنا ما أقصد الوزراء أقصد الموظفين اللي بيها، ما يخذلون المتظاهرين، خذلتهم هواية وكافية. شكرا لكم وإلى اللقاء.